هل تعتقد انه مستقبل جماعه الاخوان التي صنفت بانها ارهابيه في مصر وبعض الدول العربيه الاخرى، لكن ما زالت الاداره الامريكيه بتنظر في الامر، هل هناك مواءمات سياسيه انتخابيه حزبيه مما يجعل الاداره الامريكيه تتردد في تصنيف هذه الجماعه كجماعه ارهابيه رغم ما هو ثابت في افكارها الإقصائية للآخر، الدموية للآخر؟ نحن كما نقول في بلادنا أنه أهل مكة أدرى بشعابها، نحن نقرأ فقههم ونعلم أنه فقه دموي لا يمت الإسلام بصلة. كيف يمكن أن نقنع الإدارة الأمريكية أو المجالس النيابية الأمريكية بخطورة هذه الجماعة وأفكارها على السلام العالمي؟ أعتقد المشكلة في الجدل الداخلي في الولايات المتحدة. لا يرون الجماعة الإخوان المسلمين في حد ذاتها كمنظمة إرهابية. ما حدث أن الإخوان المسلمين قاموا ب عبر عدة فروع مثل القاعدة وحماس لا يرون هذا الفارق للأسف الشديد، حتى أضع ذلك في المنظور الصحيح. الحرس الثوري الإيراني سوف يسمى بأنه جماعة إرهابية في الولايات المتحدة قريبا جدا. هذه جماعة مندمجة في جزء كبير جدا من الاقتصاد الإيراني، وهناك دماء أمريكية على أيدي هذه المنظمة. الولايات المتحدة تريد أن تدعمها، أن تصفها كمنظمة إرهابية. وهذا يوضح لك كيف استغرق الأمر وقتا طويلا للولايات المتحدة أن تعتبر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وبالمثل بالنسبة للإخوان المسلمين، ليس الطريق سهلا أو ممهدا لاعتبارها منظمة إرهابية، وإن كنت لا أختلف معك في اعتبار المنظمة بالفعل إرهابية.